معايا مين يا استاذ محمد؟ معلش استاذ نبيل من الغربيه، اتفضل. استاذ السلام نبيل. عليكم. سلام ورحمه حيا الله وبركاته. المحاضرين. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندم. والله يا استاذ سامح انا اول مره نتصل بحضرتك، يعني شرف ليا. الله يخليك يا بيه. والله احنا متابعين البرنامج بقى حضرتك وكله شيق فعلا، يعني بشكرك يا حاج نبيل. والله احنا بنتمنى عندنا ترعه الناس تغطوها بدون بمواتير عشوائيه. الناس من الناحيه النفسيه كده غطتها. اتغطوها بمواتير عشوائيه، لا كل واحد غطى قصاد منه يعني. ودلوقتي مش عارفين الماء ما بتعديش من ده، ورحت اداره الري بالمحله ما حدش عمل حاجه، نزل من المحاضر صرف صحي للناس ومشي. ده ملف من الملفات اللي احنا هننزل بقى ومضطرين ان احنا نصور وهنعرض ونشوف مسؤول يرد علينا. يا فندم تيجي تشوف، بييجوا يشوفوا بنفسهم. وعندنا مشكله ثانيه يا ريس، التوسع السكني بتاع الاحقار بتاع البيوت. لا علي وضح، بتقول ايه؟ التوسع السكني بتاع البيوت اللي هي الاحقار اللي بيوت الفلاحين مستلمينها من سنه 70 يا فندم. دلوقتي النهارده الناس مقدمه طلبات من 2005 ومن 2006 لحد النهارده ما حدش قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ طلبات بايه؟ عايزين ايه؟ طلبات شراء للبيوت. هم هي الارض دي البيوت دي ملك مين؟ الارض ملك الاصلاح الزراعي. لا اراضي الاصلاح الزراعي، خلي بالك الملفات بتاعتها كلها، يعني انت لو بتشوف كل فتره عدد من الشهور كده بيتم الاعلان عن تسليم عقود. فما 2005 2006 ده في ناس كانت عقودها كانت طلباتها من قبل كده بكتير، بس الملفات دي بيتم مراجعتها ملف في ملف عشان كل واحد ياخد حقه، لان بصراحه كان في محاولات للتلاعب في البيانات، لكن وزاره الزراعه قالت لا. يا دكتور البيوت ديت احنا قاعدين فيها من سنه 70، مش من النهارده. انت حد جه قال لك اطلع بره البيت؟ لا ما حدش بيطلع، بس احنا هم دلوقتي بيحطوا علينا ايجار المتر بالشيء الفلاني في الشهر في السنه. بتدفع كام الايجار؟ بيدفع ب 3 و5 جنيه و7 جنيه لحد 15 جنيه للمتر في السنه. في السنه الكامله؟ في السنه الكامله. طب انت عارف ال 15 جنيه، انت لو البيت 100 متر 15 في 100 في سنه. أيوه. فانت دلوقتي بتتكلم في مبلغ بالنسبه للوقت اللي احنا فيه ده، انت برضه بتتكلم على اجر رمزي. فالملفات بتاعتكم يعني تصبر فتره بسيطه وان شاء الله تمسكوها في ايديكم باذن الله. طيب ماشي يا فندم. بالنسبه للقطن يا فندم مفيش تسويق في القطن ولا جامعات بتسوق. عارف وجاوبت انت بتتابعني، قلت لي ومن اول الحلقه وانا اتكلمت عن الموضوع ده، وامبارح اتكلمت عنه. ان شاء الله قريب جدا في خلال ساعات يبقى في خبر كويس ليكم. بشكرك.